ومكملين معاكم حلقات سلسلة حلقات اللي متعودين عليها دايما في برنامج مصري أصيل عن الشعر وأهمية الشعر مع ضيوف اللي مشرفينا النهاردة في الاستوديو. طبعا هيكون معنا الشاعر عادل البكري رئيس فرع الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين بمحافظة الغربية وكمان المستشار الثقافي والأدبي للجمعية على مستوى الجمهورية. أهلا بحضرتك شرفتنا. ومعنا كمان الشاعر حمدي عبد الوهاب رئيس فرع جمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين بمحافظة الجيزة. أهلا بك شرفتني. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا كمان الفنان الدكتور حسن الطوخي رئيس تحرير جريدة الأمة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين والراعي الرسمي لمواهب مصر في كل المجالات الفنية والثقافية. أهلا بك شرفتني. أهلا يا فندم. شرفتوني جدا النهاردة وسعيدة جدا أن أنا معاكم. طبعا يا استاذ عادل انت كنت معانا الحلقه اللي فاتت وكان عليها مشاهدات كتيره بعد ما حضرتك عملت لنا قصيده عن سندباست وقريتك وشكرت فيها كتير وجانا طبعا من خلال صفحه البرنامج اهالي زفته بيطلبوا من حضرتك ان يبقى في قصيده عن زفته، فهل يا ترى ده متاح بالنسبه لحضرتك؟ ان شاء الله يعني هحاول تبقى كلمات عن زفته، يعني مش هنسميها قصيده بالمسمى عشان لو فيها مثلا عجز في القافيه، هنسميها كلمات عن مدينة زفتة أو عن مركز مدينة زفتة. خدت بالك أن المشاهدات بتاع سندباست تخطت 63,000 حتى الآن، فإن شاء الله نتكلم عن زفتة. هي بالنسبة لزفتة لما نيجي نتكلم عليها لازم نقول جمهورية ونقف ونديها التحية. زفتة أول ما نسمع اسمها نقول جمهورية، نقف ونديها التحية، بها يفتخر التاريخ ويتعلم منها الحرية في الدفاع عن الوطن، في البسالة، في الشجاعة، في التضحية. زفتة أصل الحكاية، زفتة أصل الحكاية، زفتة تاريخ ملوهش بداية، لا أنا ولا غيري نقدر نحكيه، لكن بالأمانة وبحرفية نقدر نقول زفتة رئاسة مجلس الوزراء إسماعيل باشا صدر، سعد زغلول وصفية، زفتة إحسان عبد القدوس، سميرة موسى، عبد اللطيف بلطية، زفتة الدكتور شفيق الخشن ومحمود أبو زيد وزراء الزراعة والموارد المائية، زفتة محمد بيك الشافعي، عبد الأحد جمال الدين، صفوة الشريف وصلاح سعدة، زفتة يوسف الجندي، مصطفى بيك كشك، زفتة يعني البشوات، يعني العمودية، زفتة يعني الشهامة، يعني الرجولة، يعني الجدعنة، يعني ناس قد المسؤولية. زفتة حتى أسامي شوارعها كلها وطنية، سعد زغلول، الشهيد أبو الحسايب، فلسطين، الجيش، الجمهورية. زفتة يعني الحب، النسيج الواحد، يعني الأمن اللي سايد في المدارس والكنايس والمساجد. زفتة النيل، العسال والسنطيل، الملاحة النهرية، الكبر الفرنساوي، دهتورة، الأناطر الخيرية. زفتة يعني الغريب وتفاهنا العزب، يعني موالح وروايح زكية. زفتة يعني نهطاي وشرشابة وشبرا ملس، بلد الكتان، أكبر صناعة وطنية. زفتة يعني كفر عنان، العويل والشرقوة. زفتة يعني سنبل كبرى وصنباط الأبية. زفتة يعني عائلات سندباست، الجمال والجحوش والهبايا والرعيان وأبو سرية واللي قايمة وحفظ الله وكل عائلات سندباست وكل مركز زفتة في قلبي وعينيا. زفتة يعني الزراعة، يعني الصناعة، يعني التجارة، يعني أسطول نقل الجمهورية. زفتة يعني الخير، زفتة يعني كل الخير، مستشفى سبيل، يعني أيمن الغزالي، أيمن الرفاعي، التكافل الاجتماعي والمطابخ الخيرية في نهطاي، حانوت دمنهور الوحش والجمعيات الخيرية. زفتة يعني الرياضة، الكابتن مرعي وإكرامي وأحمد سعد لاعبي المنتخبات الوطنية، الحاج إمام الشرقاوي والحكم محمد يوسف حكم الدوري والمحافل الدولية. زفتة الدكتور سامي محمد مصلح وكيل وزارة الصحة، صاحب الإصدارات الطبية والشعرية والأدبية، محبوب الجماهير وكبير العائلة الزفتاوية. وتحيا سندباست
وتحيا زفتة، وتحيا جمهورية مصر العربية، ويحيا الدكتور حسن الطوخي رئيس الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين المصرية. وأظن وفيت معاكم كده يا زفتوية. جميلة فعلا فعلا. طبعا احنا بنشكرك عليها طبعا اكيد. احنا دلوقتي طبعا عندنا مشاهدات كتيره جدا بتجينا من زفتة ومتابعين لينا كتير، ومعانا دلوقتي الاستاذ صابر من زفتة. اهلا وسهلا، شرفتني يا استاذ صابر. اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا متابع طبعا البرنامج وبشكرك، وبشكر الاعلاميه المتميزه الاستاذه نخبي، وبشكر الاستاذ، وببعت تحيه لاستاذ الشاعر ذهاب له الشاعر حسن طوخ، واخويا اللي اتاح لي الفرصه ان انا اسلم عليه، وحش جدا الاستاذ عادل القطري. اكيد، اتفضل. عايز توجه له رساله او تقول له حاجه؟ بقول له انت وحشني جدا طبعا، ونفسي اشوفك شاعرنا الجميل، وايه الحاجات الحلوه دي، القناه الجميله دي. على فكره انا بقى بعد كده انا متابع القناه دي على طول صراحة، وبشكركم على استضافتكم للرموز الكبيرة دي طبعا. أكيد. أستاذ صبري شاعر وله قصائد غنائية، في قصيدة يعني شاعر من الشعراء الكبار، ولاعب كرة قدم في يعني نادي العروبة، دائما وأبدا بيظهر مع المستشار رفعت العويل، ومع الإخوة محمد عجاج، ومع الأستاذ ياسر الجنزوري، والأستاذ حمدي القرشي. سلامي للجميع، عشان أنا ما أنساش حد يا أستاذ صبري، وربنا يا رب. انا بس هستاذن الاستاذ بس. اكيد، لو عايز تقول اي شعر اتفضل، ممكن حضرتك، احنا سامعينك. وبرضو من كل الناس والمواطنين في مريض العربية لا يأسوا غزة من دعاء، بقول في قصيدة اسمها فلسطين عربية، قتل النار اراضي ومدارس وبيوت تتدمر، مدافعهم عمية ما بتشوفش موته اليابس بالاخر، شعوبهم في قلوبهم نار وما فيش فرق كبير وصغير، دول غدر وعصافير وبنوعد من غير ما نحط فرد ودين في رقابينا من غير ما نفكر، ريحة المسك في غزة لا توصف، والشهداء أناديل بتنور، قطعوا الكهرب قطعوا المية والغاز والزيت والسكر، مهما يمسوا عندنا بقطهم بشر غزة بيتأثر، غزة يا رمز صمود العالم، ده جنودك على النصر هتقدر، حبه يا جيش العزه ويلا، اصلا لازم يتطهر، شقوا ظلام الليل وسلاحهم، بسم الله الله اكبر، شلوا ايدين الظلم ووعده، ده فلسطين لازم تتحرر، هدوا بيوتنا واحنا هنبني، قتلوا فينا هنكتر اكتر، يا فلسطين انت يا رب يا امتكم زيف ومزور، وان كان امرك صعب عليه لازم يجي في يوم وهنقدر، ونصلي ابن الاقصى وهندخل جواه ونكبر، يا جنة رب السماوات، يا بلد الزيتون الأخر، يا فلسطين عربية، وإحنا معاك اليوم المحشر، إحنا معاك اليوم المحشر، إحنا معاك اليوم المحشر. الله، شكرا جدا، إحنا بنشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة دي يا أستاذ، شكرا لحضرتك. عايزين نتكلم بقى، نكمل كلامنا عن حضرتك وعن الاصدقاء المقربين. دايما كلنا كده بيبقى عندنا اصدقاء مقربين بيأثروا فينا في حياتنا، وحضرتك اكيد كان في ناس بتأثر في حضرتك سواء داخل قريتك او داخل بلدك، وكمان خارج مصر، انك طبعا عشت كتير خارج مصر. بالنسبه للاصدقاء طبعا، لو قلنا خارج مصر الواحد مش هيخلص، لان الواحد الحمد لله له باع طويل جدا في الدول العربيه من سنه 1979، وانا يعتبر مغترب ما بين العراق وما بين اليمن والإمارات والسعودية، وزرت بلاد أخرى تانية زيارات زي الأردن. ولكن أنا لما أتكلم عن المقربين اللي هم توأمي وتوأم روحي، الأستاذ سامي عبد الفتاح زميل دراسة من أولى ابتدائي إلى الآن، وهو من أخلص الرجال، الدكتور محمد الهواري ما شاء، يعني لو قلنا نقول الصفاء والنقاء، الأستاذ محسن إبراهيم لقمة صديق الطفولة، وتقدر تقولي الوفاء والصراحة والوضوح. لكن لما نتكلم على أثره معايا في طبعا الله يرحمهم بقى الأصدقاء، الدكتور مجدي الوشاح، الدكتور سلام طعيمة، الدكتور سعيد الجنيدي، من الأصدقاء المقربين. لكن اللي أثره معايا بقى في الشغل واستفدت منهم الحاج حسنين يوسف رئيس المجلس المحلي للمركز، كان خدوما للجميع، ويسير على دربه ابنه الأستاذ رمزي الحسنين، يعني ما شاء الله ما بيسيبش حاجة في مصر كلها،
في زفتة كلها إلا ما بيكون موجود فيها. وابنه ما شاء الله معالي المقدم أحمد رئيس مباحث، يعني ما شاء الله ناس لطيب وخدومين للمركز كله يعني. ومنتكلم على مجدي بيك الزنفالي ما شاء الله رئيس المجلس المحلي للمركز من الأصدقاء، أنا بتكلم على أصدقاء لأن عشان ما ننساش، بس الحاج يحيى عبد السلام صديقي وأخي الأكبر وابنه نائب مجلس الشعب الأستاذ أحمد يعني، ومن قبلهم والده الحاج عبد السلام يحيى، يعني نقدر نقول كلهم من الأوفياء الخدمين للمركز بالكامل. ولا ننسى أصدقائي رؤساء المدن الأستاذ عبد الرحمن العرباوي، الأستاذ طارق عبد الله، الأستاذ محمد كذلك، لهم برضو خدمات كبيرة جدا على زفتة. وبالمناسبة ندعو الشفاء، ندعو الله عز وجل بالشفاء للأستاذ عبد الرحمن العرباوي يا رب العالمين. طبعا اللي كانوا معايا برضو ساعدوني في المخطط العام الاستراتيجي لمركز زفتة، نقدر نقول الحاج عم منعم ندى، الأستاذ أسامة النادي مدير إدارة التعليمية، الدكتور تمام مدير إدارة الصحية، الأستاذ محمد صلاح مدير مركز الإعلام، ولا ننسى أيضا زملائي في مركز المعلومات كل. وطبعا أنا مش هتذكر كل الناس، لكن على قد ما تذكرت يعني كل يعني كل واحد له دور في حياتي، سواء كان تلميذي أو أستاذي، لكن كلهم ساهموا في المخطط ونجحنا بالمخطط العام الاستراتيجي لمركز مدينة زفتة اللي أنا كنت المقرر العام خلال الفترة من 2009 أو من 2007 تقريبا لحد ما سافرت يعني. تمام، احنا بنشكرك جدا. ونروح بقى للأستاذ حمدي، عايزينك في البداية كده تسمع لنا حاجة، القصيدة اللي حضرتك عاملها بقى للوحدة الوطنية. قصيدة بعنوان عاش الناي، هي بتحكي الظروف التي آلت إليها الفرقة بين الأمة العربية. بدايتها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: عاش الناي طواف ويا ملف وشاف، شاف في الحياة العجب ولا مرة شاف إنصاف، شاف الحيارة في وطن وبالسرقة صبح ونضاف، والعوسان الظهرهم وإن كش كشة يعني خاف، والناي يعزف ألم وجوه الألم أوصاف، ولما يعزف صبا نبكي معاه أهداف. أمة عظيمة في الكرم، أصل الكرم والجود، عمرها ما تعلن عدا إلا لحفظ حدود، ويا ما صدت جشع لأجل الأمل ما يعود، وعاشق الناي يلف ويا الزمن حلقات فيلمح مكان التقى والطهر والصلوات، صليبي جاي يخطفه وعينه على الخيرات، الفارس العربي هنا قفز على الصهوات، أدب عويل الشرف سمى الشرف ترهات، وعاشق الناي دوار يمشي على الرنات يلقى أسود الفلا انقسموا على الخلافات، دخل خسيس ما بينهم وأفسد العلاقات، أقنع خفيف النهى بحجرة من الحجرات لأجل ما يبقى حكم ويمنع النزاعات، قال له أخوك الليث بيقول عليك ويعيد، ويا ما سبك علن ويكذب عليك ويزيد، آمل الغضنفر غضب وكان غبي وعنيد، قتل أخوه ففضى للعدا مكانين، مكان يخزن سلاحه ومكان يبقى كمين، فياخد كل الوطن أصل الوحوش نايمين، صبح الصباح وما بقنا في وطننا مكان، أصل الخسيس اتمكن وبالمكر كان فنان، رحنا للقانون نقول له قام القانون زهقان، وقال اللي يبقى فرض سهل لذئب جعان ياكل ويقطع فيه ويوزع على الجيران، وبقينا قدام الخلق مهابيل لحد في طوب، وده من فعل الأنا أصل الأنا معيوب، يا عيني على انظلم وفي صبره كان أيوب، وعاشق الناي بالدم بكى عيون وقلوب بيصرخ كأنه فلا، يا ريت العرب سامعين، والناي بيصرخ وجع مجروح بقاله سنين، آه لما كنا أسود كانوا كلاب في بحور، ولما انكسر الناب خرج جروهم مسعور، وعاشق الناي طاف يعد بحور، وفي أكتوبر قام قال لنا قوموا وعدوا كسور، فالله أكبر نصرنا نغمه تهد الكور، نرفع الرايه على القمم يرفعها اسود ونصور، لاجل ما نرجع لامنا نصر وعزه ونور، ونرجع للوطن مجده على الارض وجوه سطور. الله، جميله جدا جدا، معبره جدا، بنشكرك عليها. ونروح بقى للدكتور حسن التوخي ونساله طبعا في البدايه عن الجمعيه ونشاط الجمعيه واعمال الجمعيه. الجمعيه المصريه، هو في الحقيقه الجمعيه المصريه للادباء والفنانين والصحفيين في مصر
يعني تعتبر أقدم جمعية ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم العربي، عمرها 70 سنة. الجمعية نشاطها فني واجتماعي وأدبي، وتضم أيضا المسرح والغناء والدورات وكل أنواع الفنون ولكل أنواع المبدعين، وهي تعتبر الراعي الرسمي لمواهب مصر والمبدعين فيها، سواء فنان أو شاعر أو مطرب أو أديب أو صحفي أو إعلامي. الجمعية لها تاريخ ونشاط ولها فروع أيضا في على مستوى الدول العربية والدول الأجنبية. فالجمعية طبعا تاريخها معروف وفيها طبعا يعني كبار الفنانين في مصر وكبار المطربين وكبار الممثلين أعضاء في مجلس الإدارة، وتضم أيضا رؤساء للفروع في كل المحافظات، منهم كحضرتك زي مين من الفنانين؟ يعني مثلا نهال عنبر، نادية مصطفى، المطرب أحمد إبراهيم، دول كلهم فنانين يعني من الناس الكبار. رؤساء الفروع على مستوى المحافظات منهم الشاعر الكبير عادل البكري رئيس فرع الجمعية في محافظة الغربية وهو المستشار الأدبي أيضا والثقافي للجمعية، منهم الشاعر الكبير جدا والشاعر اللي أنا اللي هم بيطلقوا عليه البغبغان الشاعر حمدي عبد الوهاب، من رئيس فرع الجمعية المصرية في محافظة الجيزة ورئيس لجنة الأدباء في الجمعية. الجمعية لها نشاط واضح في كل المحافظات، وهي تعتبر يعني في عندنا مواهب فيها 5 سنين ويعتبروا أصغر فنانين أو أصغر مبدعين. دي قديمة بقى الجمعية دي. الجمعية بقى لها 70 سنة، يعني هي لها تاريخ كبير جداً، وطبعا فيها عمالقة كبار جدا، منهم المرحوم حيدر إمام قطب الزجل في مصر، الشاعر الكبير محمد الشرنوبي، يعني ناس كبار لها تاريخ. لها الفنانة المهندسة سرايا السخن، أول فتاة تتخرج من كلية فنون جميلة وكرمها الملك في قصر الملك في شبرا. فالجمعية لها تاريخ واضح، فتطورت الجمعية. أنا قمت بتطوير الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بتاعنا، طورناها بحيث إن هي تضم جميع الفئات المبدعين ولا تقتصر فقط على المواهب الصغيرة أو المواهب الكبيرة. أكيد يعني الكبير هو اللي بيدعم الصغير وبيعلمه وبيديله من خبرته. طبعا يعني مثلا أستاذ عادل البكري شاعر كبير، أستاذ حمدي عبد الوهاب شاعر كبير، فطبعا عندنا مواهب صغيرة، ليه إحنا ما نراعيش المواهب دي وهي تعتبر نواة للإبداع في مصر، سواء كان فنان تشكيلي او فنان في المسرح او في الغناء. يعني مثلا احنا عندنا فنانين كبار بناخدهم في مهرجانات، عندنا مهرجانات كبيره جدا زي المطربه من تونس المطربه تنسيم مارودي، المطربه الجزائريه هنادي الجزائريه، المطرب بتاعنا في الاوبرا ومطرب الراب الدكتور الفنان عمرو عواد. يعني عندنا في جميع الاتجاهات ده، سواء كان مسرح عندنا في المسرح فيه جميع التخصصات جميع التخصصات والانشطه. يعني في المسرح عندنا في مسرحيات بتتعمل عندنا من انتاج الجمعيه، المخرج الدكتور محمد غيتا مخرج الاداء والحركه هو مخرج كبير، المخرج الدكتور وحيد حافظ برضو عامل مسرحيات السكر والجهنم بنعملها، المسرحيه بتاعت الدكتور محمد حسن برضو الحدق يفهم لسه بنعملها. كل ده نشاط للجمعيه، سواء في الغناء سواء في المسرح سواء في السينما سواء في الشعر او الادب. يعني اخر حاجه بتعملها الجمعيه حاليا الكتب اللي هي الادبيه دواوين الشعر، بنعمل حاليا كتاب ديوان الشعر للاستاذ حمدي بعنوان الشمس، على ما اظن كده يا استاذ حمدي، الشمس والشروق. الشمس والشروق، والديوان الشعر طبعا للشاعر الكبير اللي احنا بنختلف عليه وبنتقبله الاستاذ عادل بكري. أكيد. اسمه صرخات البكري، مش هنقول صرخات عادل بكري لان صرخات البكري كبيره جميله يا استاذ عادل. فطبعا دي من الحاجات اللي هي اخر حاجه. اما النشاط اللي هو حاليا الشهر ده عندنا بالنسبه بقى عايزين للمهرجانات ايه اخر اخبار المهرجانات بالنسبه للجمعيه؟ عايزين ناخد اخر حاجه كده عملتوها. ده سؤال جميل جدا وهو ده اللي تعبنا اليومين دول. عندنا نشاط الجمعيه، عندنا 3 مهرجانات حاليا. اول مهرجان الاسبوع الجاي العيد القومي لمحافظه القلوبيه، ده تحت رعايه وزير الثقافه ومحافظ القلوبيه المهندس ايمن عطيه، ده هيقام في قصر الثقافه في شبرا او في سنديون حاجه زي كده يعني ما اعتقد، يعني هيبقى يوم الاربعاء 28/8. ده المهرجان ده العيد القومي القلوبية، هيشارك فيه جميع الشعراء في مصر من كل المحافظات، طبعا رسوم الشعر الكبير عادل بكري بتاعنا ومستشارنا الشعر الكبير حمدي من الجيزة ورئيس ده من الشعراء، هيشارك فيه المنتصر الصالحي، هيشارك فيه الشاعر باهي النجار،
يعني الشاعره نجاه مبارك، ده اول مهرجان ما عندنا اللي هو في المحليات في العيد القومي. اما المهرجانين بقى اللي هم الكبار الدوليين، المهرجان يوم في اخر الشهر ده مهرجان القومي الثقافي في دوله قطر، ده هيشارك فيه طبعا كبار شعراء وفناني مصر، وفي معرض دولي تشكيلي ليا بعنوان مصر وقطر على طريق السلام، ولا وفي معرض تاني هيكون مهرجان دولي في السعوديه. جميل جدا والله، يعني حاجات نشاط جدا واضح وعلى ارض الواقع. بس عايزين بقى نرجع نسمع حاجه تاني عن مع الشاعر عادل البكري عن فلسطين، وانا عارفين ان حضرتك عامل حاجه كويسه جدا النهارده. فلسطين، نقول فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لفلسطين، انا القصيده كنت كاتبها لما محكمه لاهاي الدوليه طبعا حولوا لها وكان شائع لم يكن، وطبعا الفيتو مش الفيتو، فموجه قصيده يا دكتور عن فلسطين لمجلس الامن، بقول لهم يا رعاة السلام، يا رعاة السلام توحدوا وتحالفوا وتكاتفوا، واحرقوا اطفال غزه واسبحوهم، دمروهم مزقوهم شردوهم، ابيدوهم بلا رحمه واقتلوا شيوخهم ونساءهم لا ترحموا، المرضى واليتامى دمروا، المقابر والمزارع وديارهم لا تتركوهم، واستووا صفا واحدا خلف نتنياهو علّه ينقذكم من ربكم حين تسألوا عن صرخة الأطفال، عن جوع يعوي في البطون، عن برد يسري في الضلوع، عن ظلم ساد في الآفاق، لا تتركوهم واستووا صفا واحدا خلف بيض، خلف أعداء الله، خلف الصهاينة في جهنم في نار حامية. أنا بحييك جدا. بمناسبة فلسطين يا أستاذة شيماء، يا أستاذة سمية بعد إذن حضرتك، الجزئية بس أنا ما كملتهاش اللي هي المهرجان اللي هو هيقبل المهرجان الثقافي الدولي في قطر. هو طبعا في شعراء اللي هم مشاركين فيه شعراء كبار بتوع مصر. المعرض الدولي اللي انا عامله الاخير في دار الاوبرا المصريه وكان برعايه برضه وزير الثقافه، في عامل معرض دولي طالع بره غير مصر وفلسطين ومصر وقطر على طريق سلام. في العيد القومي للسعوديه هيكون في 29/9 في معرض دولي باسم لا تنسوا فلسطين، فلسطين بين صمت وضمير العالم، وفي 40 لوحه فنيه بتنادي بكفاح الشعب العربي، بتنادي بالبيئه والتراث، بتنادي بالجمال والتراث والفلكلور المصري. ده من ضمن النشاطات الجمعيه سواء محليه او دوليه. اكيد جميل جدا وواضح جدا على ارض الواقع طبعا النشاط زي ما انا بقول. وبس الاستاذ عادل بقى عايزين نقول له، انت طبعا واضح طبعا ان انت بتكتب عن فلسطين وانت حاسس ناحيتها فعلا بحب فعلا اهالينا في غزه طبعا يعني، فعايزين نقول بقى نتكلم عن الجمعيه من ناحيه اخر مشاركه لحضرتك، شاركت في ايه بقى من خلال الجمعيه، خصوصا ان انت لسه جديد جديد معاهم، واحنا يعني كنا وش الخير عليك يعني في الانضمام للجمعيه. هو جديد في ان هو خد مستشار المستشار بتاع الجمعيه، لكن هو قديم يعني راجل من الناس القدام، بس القرار اللي لسه واخدينه مجلس اداره وهم ناس كبار فنانين كبار وادباء وممثلين جدا، قالوا الاستاذ عادل البكري من حقه ان هو يكون المستشار الثقافي والادبي على مستوى الجمهوريه، فطبعا ده القرار الجديد. اكيد يستاهل لان هو فعلا طبعاً مبدع هو في كتاباته إبداعي. واحنا معاه بقى لنا حلقتين ثلاثه بجد يعني، بجد هو يعني مبدع فعلا، كلماته فعلا مميزه فعلاً ومتميزه جدا. كلمنا انت بقى عن الجمعيه واخر مشاركات لحضرتك وكده في الجمعيه. الجمعيه طبعا الفتره دي ان شاء الله بصدد طباعه الديوان اللي هو صرخات البكري، وطبعا الاسم حتى بمساعده الدكتور معالي الدكتور السفير حسن الطوخي، يعني انا كنت مسميه صرخات عادل البكري، فهو قال كل ما يكون مختصر اسمه يكون اجمل، فطبعا لازم اوافقه يعني لاستاذنا ويعني مش قدوه لنا احنا بس، ده قدوه للاجيال السابقه. شاكر كبير يا استاذ عادل، بتسعدنا كلماتك. ربنا انت والاستاذ حمدي يعني ربنا يعزك يعني، راعي الفن والادب والابداع يعني دكتور حسن. تخيلي مثلا ممكن ما نقدرش يعني الانضمام للجمعيه طبعا دي طبعا طبعا بقول لك راعي الادب والفن يعني على مستوى الجمهوريه وفي الوطن العربي مش في مصر بس،
فاحنا طبعا يشرفنا ان احنا نكون تحت جناح وكده، بس يعني حاجات صغيره، ونتمنى ان احنا نقدر نفيد الجمعيه ان شاء الله بتوجهاته طبعا، لا نخرج عن توجيهات الدكتور حسن. كبير يا استاذ عادل، وعشان كده اخترناك ان انت تكون المستشار الادبي للجمعيه. الله يعزك، والقرار احنا عملناه، هذا الشرف. اتفضل. الله يخليك. القرار التاني احنا عملناه للاستاذ حمدي ابو وهاب ان هو رئيس لجنه الادباء والشعراء، والقرار بتاع الاستاذ عادل انا بقوله على الهواء كده دلوقتي ان هو المستشار الثقافي والادبي للجمعيه المصريه للادباء والصحفيين في مصر، ليس في مصر بل على مستوى العالم العربي ايضا. استاذ عادل برضو يذكرني في المعلومه دي، لان هو كلماتهم الكلمات مؤثره جدا، مؤثره في الشعب، كلمات مؤثره في الحياه الاعلاميه والفنيه والثقافيه. اكيد. وعايزين برضو نقول له الاستاذ حمدي برضو هو برضو في مشاركات، ايه اخر مشاركات حضرتك في الجمعيه، وخصوصا حضرتك بقى قديم وموجود معاهم يعني من زمان؟ والله اولا حضرتك انا بتوجه بعظيم الشكر للدكتور حسن الطوخي راعي المواهب في مصر والوطن العربي، رمز من رموز الثقافة. لقد وجهت إلي دعوة أخيرا لحضور العيد القومي، احتفالات العيد القومي في القليوبية، وطبعا يعني شرفني جدا أن الأستاذ حسن الطوخي رمز من رموز الثقافة في الوطن العربي قدم لي دعوة أني أكون من ضمن شعراء مصر المشاركين في مهرجان قطر الدولي للثقافة تحت رعاية أمير البلاد. أكيد. فطبعا ده أنا بوجه له شكر كتير وكبير جدا على الهوا، لأن فعلا هو فعلا راعي المواهب في مصر. أكيد أكيد. طيب بقى عايزين نسمع من حضرتك قصيدة تختارها لنا تاني. قصيدة أختارها؟ عازف الناي. عازف الناي قلناها. قلناها. نقول وحي الخيال مثلا. وحي الخيال جميلة. لا أعلم ما هذا الشعور، أهو حب أم جنون؟ ينبض قلبي عندما يراها، وينشغل عقلي عندما يلقاها. هي كالماء والهواء، وبهما تحيا وتكون الحياة. هي كالشمس تزيب الجليد، وتبعث الأمل من جديد. أحس بدفئها حتى من بعيد. كتبت لي اسمي وكنيته سعيد. تنفست من الهواء حبها، وشربت الماء بكأسها فزاد عشقها. كيف تكوني حبيبة وأنت عني بعيدة؟ اقتربي مني وقبليني، وبين نهديك ضميني. فلقد خلقت من أجلي، ومن أجلك أكون حبيبا. طال الفراق بيني وبينك، فمتى يكون اللقاء قريبا؟ ظللت أبحث عنها بين السهول والوديان، ظللت أبحث عنها في أعالي قمم الجبال. أهي شمسي أم نهاري؟ هي قمري في ظلامي. بين يقظتي وأحلامي رسمت صورتها من وحي خيالي. هي كالوردة في البستان، هي كاللؤلؤ والمرجان. ليست كالبشر، هي كالشمس والقمر مجتمعان. ظللت أبحث عنها بين الضروب وعلى الشطآن. لم أقابلها في يوم، لكنها مصدر إلهامي. ظللت أبحث عنها بين الحدائق والجنان. لم أقابلها في يوم، لأنها من وحي خيالي. أوجدت عاشقا يوما يبحث عن الحب في الخيال؟ إن أطال الله في أمدي سأبحث عن الحب في الخلد، وإن كسر الله أمدي فلله أمي وله ولدي. جميلة جميلة. دايما الشاعر لازم يبقى حاسس الموضوع علشان يقدر يكتب فيه. طبعا فيه. طبعا. رأي حضرتك في الكلام ده إيه؟ حضرتك دي قصيدة اسمها وحي الخيال، هو بيتخيل الشاعر هنا بيتخيل محبوبة بمواصفات غير موجودة، لأن دايما الشاعر هنا بيميل للمثالية، عايز المثاليه الكامله. المثاليه ولا الخيال؟ هو الخيال بيمشيه في طريق المثاليه. هو عايز بخيال يوصل للمثاليه. ان معلش يكون المحبوبه بمواصفات كانه هو اللي عاملها بالظبط. طب ايه رايك احنا لما ندخل في الخيال يا استاذه سميه ونخش على الحقيقه والواقع؟ الاستاذ عادل البكري بيتكلم على الوطنيه والقوميه وعظيمه مصر وحب مصر، بعيد بقى عن الخيال، نخلينا في الواقع، الحب لمصر. والاستاذ عادل نسمع منه حاجة جميلة جدا، ولا بعد إذن حضرتك؟ عن ما هو اتكلم عن فلسطين، عايز لا تسمع مش فلسطين بقى، نتكلم عن مصر. مصر. نقول بقى حاجة جميلة لمصر عظيمة، مصر يعني إيه؟ مصر في قلبي، مصر هي أمي، مصر الجميلة. الأستاذ عادل عنده حاجات وطنية كبيرة جدا زي الأستاذ حمدي، فنسمع بقى منه بقى الحاجات بتاعت مصر. طبعا سعادة السفير الدكتور حسن، طبعا قبل ما أبدأ القصيدة
بعد الله عز وجل طبعا لازم نشكره لانه له الفضل بعد الله عز وجل. اولا وجه لي دعوه لحضور مهرجان العيد القومي بالاليوبيه تحت رعايه سعاده وزير الثقافه ومحافظ الاليوبيه الاسبوع القادم. ويوجه لي ايضا الدعوه لحضور مهرجان قطر الثقافي الدولي تحت مظله السلام. مصر وقطر على طريق السلام. مصر وقطر على طريق السلام. وطبعا هو ما شاء الله يعني قارئ جيد قبل ان يكون يعني سفير او استاذ جامعه او رئيس الجمعيه. فشاف قصيدة اللي هي بتاعت مصر اللي هي عشانك يا مصر فاعجب بيها. فهو حقيقي انا عارف ان انت بتنشن عشان اقول لك قصيدة ولذلك اقولها مخصوص عشان هو بيحرجك على الهواء. لا والله يا استاذه سميه هي نزلت في كل الجرايد عندنا كل الجرايد المصريه واتنشرت بره. فعشانك يا مصر كل العالم عرف. فانا بستاذن حضرتك ان هو يقول طبعا. وبعدين دايما حتى برضو قال قصيده الحلقه اللي فاتت عن مصر كانت ختام جميل جدا والله. فعلا في نهايه الحلقه دي هتبقى جميله نسمعها. طبعا سمعت القصايد عن مصر حلقة. لكن انا عارف انه سعيد يعني مبسوط من هذه القصيده. بقول عشانك يا مصر تعالوا نصنع وطن خالي من الاحقاد ونزرع بذور الحب بالورد والسجاد ونبقى كلنا واحد لا عبيد ولا اسياد وناخد دروس الماضي وحكمة الأجداد ونبني لنفسنا المجد ونضيفه للأمجاد ونصنع وطن صالح ونسلمه الأحفاد. أنا بحييك يا سعادة بحييك على الهواء. ده لهم حق ينشروها بقى في كل أستاذ سمية في كل يعني عشان كده يعني واخدينه معانا في الأحساس الوطنية كمان باين وظاهر طبعا من الكلمات معبرة وبسيطة. دايما أنا بقول حتى الأستاذ عادل دايما كلماته معبرة وبسيطة جدا وبتوصل لأي مواطن بيقدر يفهمها بكل سهولة. ودي أهم حاجة طبعا الكلمات تبقى بسيطة. لو يا فندم بقى عايزين نتكلم عن المواهب الجديدة أنتوا بتتعاملوا معاهم إزاي في الجمعية؟ هو احنا بننزل في كل القرى والنجوع والمراكز والمدن في كل المحافظات. يعني اخر موهبه ولد من قريه في الاليويه عنده 5 سنين يعتبر اظهر عضو على مستوى الجمهوريه اسمه بوجي وطلع معايا في قناه الدلتا وسط الدلتا في القناه الثالثه. الولد يعني موهبه صغير في الفن التشكيلي. عندنا موهبه اسمها سلمى الغباش لسه في سنه 6. الوزير وهو بيفتح المعرض لطلبه كليه فنون جميله قال لها انت لوحدك عامله معرض معاهم؟ قالت له انا لوحدي. البنت موهبه. الجمعيه دخلتها مسابقات ودخلت الولد مسابقات فبتنشط المسابقات دي. دخلناهم مهرجانات محليه وبعد دخلناه في مسابقه شنكر العالميه الدوليه في الهند وراحوا السفاره عرضوا هناك. يعني اذا بترعى الموهبه وهي صغيره سواء في الفن التشكيلي او في المسرح او في السينما او كموهبة أدبية في الشعر في كل الأنشطة عندنا أو في الإعلام أو في كل المجالات اللي هي المبدعة. فطبعا إحنا بنكتشفهم سواء هم في المدارس بنعمل حفلات في المدارس وبنشوفهم بناخد المواهب دي بنرعاها في أي سن مش شرط أي سن. لا لا لا. لو حتى طفل وعنده موهبة أنتوا بتنموها وبتساعدوه. ده لسه بقول لحضرتك يعني الطفل دوت يعني اسمه أحمد حسين الشهير ببوجي الولد صغير عنده 5 سنين طب ازاي يعمل ده ويخش في مسابقه في الهند والبنت اسمها سلمى الغباش وغيرها وغيرها. عندنا الطفل حازم محمد يحيى ولد من الدقي ولد مبدع جدا وعنده احساس قوي جدا في المسرح بيمثل في المسرح بطريقه طب ازاي ده لسه في سنه اولى ابتدائي وازاي وصل للمرحله دي. احنا بنكتشف الحاجات دي وبنصقلها زي مثلا الاستاذ حمدي ابو وهاب وزي الاستاذ عادل البكري بيسقلوا المواهب اللي عندهم اللي هم اللي بعديهم الصغيرين وبينطقوا وبيصنفروا وبيكبروا ويقول لي ادي حاجه يعني جاهزه تخش مهرجان دولي. فحازم محمد يحيى ده طفره من الطفرات الفنيه بقولها في المسرح وفي الفن التشكيلي. يعني انا بقول الجمعيه في كل المحافظات وليس هنا بس يعني في كل محافظات مصر الجمعيه لها نشاط واضح سواء في ميدان عمل الجمعيه 12 مجال في كله حتى الدورات التدريبيه حتى المسرح حتى الغناء. يعني شوف احنا عندنا الجمعيه بتعمل حفلات اضواء مدينه كبيره بنستعين في عندنا مواهب كبيره جدا او مطربين. المطربه اللي زمان قلت بتاعه تونس تسنيم مدوري هي مع لطفي بوشناق مطربه ملهاش حل مطربه هنادي الجزائريه زي صوت ورده سواء كده سواء في مصر او خارج أو مصر خارج انتوا مصر. الموهبه بتفرض نفسها عليكم خلاص انتوا بتبقوا معاها وبتاخدوا معاها خطوات جاده وبنعمل المهرجانات كلهم بمستواه. يعني مهرجانات دوليه للاستاذ عادل البكري كبير
والاستاذ حمدي برضو كبير. مهرجان الدوليه طالعه في العيد الوطني لقطر اخر الشهر ده، والعيد الوطني للسعوديه برضو 29 اخر الشهر ده. عندنا المهرجان اللي هو الاسبوع الجاي العيد القومي لمحافظه الوبيه برضو برعايه وزير الثقافه. يعني هم بيطلعوا، يعني مثلا انا مش مسؤول على الادباء، اللجنه بتاعت الاستاذ حمدي والاستاذ عادل، الاستاذ عادل شاعر، فبهم بيخشوا المحافظات، الولد ده من المدرسه دي، الولد بنت دي من المدرسه، الولد ده في الثانوي، البنت دي بيجيبوا يا دكتور في عندنا كذا، بننجبهم في لجنه بتقيم، وبنعمل لهم مثلا كتيب صغير او ديوان ليس في مجال الشعر بس. واللي بيبقى عايز يتدرب اكيد بتدربوه، عندنا الشعراء الكبار بيدربوه وبيتعلم منه. حتى في المسرح برضو في مستوى اول وليفل ثاني ومستوى ثالث، يعني المسرحيتين شغالين فيهم، مسرحيتين مش مسرحيه واحده، الحدق يفهم اللي المخرج بتاع الدكتور محمد غيتا، المسرحيه الثانيه تذكره لجهنم بتاعت الدكتور وحيد حافظ. كلمه تذكره لجهنم انت حضرتك ابتسمت وضحكتي، هي الاسم غريب لكن بتعالج المشكله في المجتمع المصري، الشباب والمخدرات والحاجات والاسره والتفكك الاسري في كل مكان وليس في مصر بوحدها، ولكن المسرحيه بتعالج، المسرحيه الثانيه بتعالج فيها البيئه والتراث، بتعالج فيها الارهاب، الحدق يفهم بتاعت محمد غيتا، بتعالج المخدرات، الحاجات دي، المسرحيه بتاعت الغجريه بتاعت الفنانه تامر حنه والفنان حسام صدقي، بتعالج برضو الفلكلور والبيئه المصريه. يعني كل النشاطات الجامعيه، سواء الاستاذ عادل بكر في الشعر، سواء الاستاذ حمدي، فطبعا احنا في كل الطلبه حضرتك طبعا واضح جدا النشاط الكبير جدا الخاص بالجمعيه. بس نرجع تاني للاستاذ عادل، وطبعا حلقاتنا اللي فاتت دي تتكلمنا كتير عن القصائد الاجتماعيه اللي بتتكلم عن الحسد والنفاق وعن الحقد، وكنت طبعا بتتكلم عنها بمنتهى يعني اللي هو التعبير فعلا الدقيق عنها، فهل يا ترى عملت حاجه عن النميمه؟ ولو موجود ممكن حضرتك تسمح لنا معايا ان شاء الله. بس قبل ما بمناسبه الاطفال الدكتور حمدي بيتكلم، كان ابن اخويا هو في رابعه يعني الدكتور حسن، انا سرحت معاك في الكلام لان الكلام بتاعه شيق جدا. ما انت كلماتك شيقه برضه، الله يحفظك. والله سرحت معاك وخرجت من الحلقه. فانا بقول لك كان ابن اخويا الله يرحمه اسمه البكري، محمد البكري، كان في رابعه ابتدائي بيمثل مصر في تونس، كان له قصيده يا مسلمون تيقظوا فهناك قدس تخطفوا، وهو في رابعه ابتدائي هو اللي كاتبها. وراح والقاها في تونس، الله يرحمه، كان طالب في كليه حقوق سنه ثانيه، عمل حادثه وتوفى الله يرحمه، ندعي له بالرحمه يعني. وبرضه بالنسبه للمحليات لا انسى فضل الاستاذ عبد الله مصباح العماوي، استاذي واستاذي الجميع في المحليات، لان نسيت اذكره ضمن اللي لهم فضل عليا في زفته لما سالتني يعني. بمناسبه المحليات انا هقطع حديث حضرتك للاستاذه سميه، هو في معلومه للاستاذ عادل البكري ان هو واخد المركز الاول في اعداد القاده في المحليات على مستوى الجمهوريه، فما حدش يعرفها في التنميه الاداريه، هو من الناحيه الاداريه واخد المركز الاول، ده حاجه بتشرفنا احنا كمان في الجمعيه او في الجنون حتى، يعني المركز الاول في اعداد القاده على كلهم بالكامل في التخطيط الاستراتيجي، وهو بقى يكمل بقى طبعاً. فكرني فكرني ان لازم اشكر مين بقى؟ يعني لازم اشكر مين؟ لازم اشكر بقى اللواء سعد الدين، سعد عبد الله، سعد خليل عبد الله، قائد مركز التنميه المحليه بسقاره، لان هذا الرجل نقدر عملاق من عمالقه الاداره. يوم اعلان النتيجه يا دكتور دخل، ما كانش حد يقدر يتكلم، في مستحيل، فداخل من القاعه من الخلف المدرج، احنا 59 واحد على مستوى الجمهوريه، 2 من كل محافظه وواحد من المجلس الاعلى لمدينه الاقصر. يوم اعلان النتيجه طبعا زملائي موجودين اللي في المحليات ما زالوا اللي اتحالوا على المعاش شاهدين على هذا الكلام يعني. قال لي يا عادل يا ابني، انا ظهري له والله سمعت الصوت، شوف العباره وشوف الرد، توفيق من الله. قال لي يا عادل يا ابني، قلت له نعم يا فندم. قال لي حد قال لك يا ابني ان انت الاول على الجمهوريه؟ شوف الرد بقى، قلت له يشرفني اسمعها منك يا فندم. قال لي يا ابني انت الاول على الجمهوريه ومكانك مش في المحليات، مكانك في الخارجيه. فتحيه للواء سعد خليل عبد الله، والله انه رجل عملاق من عمالقه الاداره. وتحيه برضه لك ان انت طلعت الاول في اعداد القاده في التخطيط الاستراتيجي، ربنا يحفظك. وكنت يعني دي من الحاجات بالنسبه للتخطيط الاستراتيجي بيها. كنت المقرر العام للمخطط الاستراتيجي لمركز زفته، وكنا هنخش على اولاد صقر برضه، بس انا خلصت بتاع مدينه زفت. كان معايا مين؟ الاستاذ ايمن عاشور، الدكتور ايمن عاشور، دكتور ايمن عاشور استاذ علم التخطيط المصري جامعه عين شمس، الدكتور محسن بياض
عميد كليه الفنون التطبيقيه جامعه اسكندريه، دول كانوا اعضاء في اللجنه. انا كنت ماسك المقرر العام للمخطط العام الاستراتيجي، وبفضل الله عز وجل قابلنا فيه بلاء حسنا. يعني ده كده بقى نستاذن الاستاذ سميه، سعداء معاك يعني دايما. احنا بقى كده نخليه وزير بقى للشؤون الاداريه عندنا. خلينا بقى يا دكتور يعني على لا يعني كفايه يعني خطوه احنا هنخش نقول القصيده بتاعه النميمه. عايزين بقى نسمع من حضرتك، احنا دايما متعودين حضرتك بتسمعنا. النميمه دي بقى، النميمه طبعا النمام ده دايما ما بيظهرش، بيشتغل في الظلام، يعني بيجي في الودن كده ويتكلم من غير ما حد يعرفه، صح ولا لا؟ لانه عارف انه ما بيتكلمش صح. لانه عارف انه صاحب وقيع، صاحب خراب بيوت. فاحنا بنقول له اظهر وبان عليك الامان، يا منان يا قذر يا ابن الجبان. فلما يظهر هيقول ايه؟ هيقول انا الغيبه والنميمه، متزوج الخسه والنداله، خلفنا الكذب والنفاق، ماشيين عاملين عصابة وحلينا شعرها، ماشيين بين الطيبين نسمم فكرها، ماشيين بين الطيبين نسمم فكرها، مع ان الدنيا زايلة ماشيين عاملين مزايدة على اي واحدة عايشة حمدى ربها، او اي واحد سافر ومراته لوحدها، والكلام نبدأ معاها ونعرف سرها وهات وخد إشاعة، ونقول ده جوزها سافر وسابها لوحدها واتجوز واحدة غيرها وخلف منها، والخبر يمشي يلف في البلد كلها. ملعونة بس اللي تسمع، اللي تسمع دي ملعونة، ملعونة بس اللي تسمع وتأكد على الخبر وتحبش ملحها وتزيد من عندها، وتقول إن مراته الجديدة بتدرس بنتها، وابنه من الجديدة صاحب ابنها ووداه أحلى مدارس، أما أولادي القديمة ما بيسأل عنها. وبعد شهر واحد من يوم ما عرفنا سرها نقول ابنه من الجديدة في مدرج جامعة جالس مع بنتي يحبها، ونقول طالع لأبوه، والمسكينة صدقت وطلبت الطلاق وخربنا بيتها. خسئت يا نمام يا ملعون يا ابني. هو ده النمام. جميل جدا يا استاذ عادل، انا بحييك. هي قصه معبره جدا، قصه عن النمام. هي ودي الحقيقه، هو ده اللي موجود في المجتمع. هو موجود في اي مجتمع، ده المجتمع السائد الان بتاعنا. هو موجود في اي مجتمع. نمام، شوف هو مين؟ الافاق، المنافق، الكذاب، والنصاب، كل هم دول يبداوا بالنميمه. ينم يبدا يقول ايه، هو هيديك بس استارت كده، يقول لك كلمه بس تمشي في الخبر. يعني معنى كده يا استاذ عادل، اتفضل بعد اذن استاذ سميه، ان انت في جميع المجالات اللي انت كتبت فيها، مثلا سواء مثلا الارهاب، تنظيم الاسره، عيد الام، الشباب، القصائد بتاعتك دي كلها كله من خلال الواقع، كله من خلال الواقع. يعني هو احنا بنعمل له ديوان كامل يا استاذ سميه، ديوان كامل كبير جدا، لانه عنده قصائد تتعدى. أيوة الالاف. ايوه دي حقيقه. هو فعلا معانا من حلقتين ثلاثه طبعا قال قصائد كتير جدا عن كل المجالات تقريبا، في كل المجالات، اي انشطه دينيه والمناسبات او الاجتماعيه. وهو كتب كمان عن النميمه، كان كتب عن الحسد والنفاق الحلقات اللي فاتت. وبعدين هو دايما بيحس الحاجه فبيكتبها وبيتكلم عنها، الا حاجه واحده ما كتبش عنها وبيعملها بسرد. اتفضل. الحب، كتبت في الحب برضو؟ تعالى. امال ايه ده اللي بيكتب في الحب؟ حكايه ده؟ الحب، اسمع بس. كتبت في الحب، عايز تسمع بعد اذنك؟ اتكلم طبعا. احنا من بقول حياتي حب، انت بديت حاجه عاطفيه يعني. نور لي الليل حياتي لحن وغنيته، غنيت مواويل، رسمت لي الحب في صوره بايدين فنان، الفنان حسن، الدكتور حسن الطوق. رسمت لي الحب في صوره بايدين فنان، وعشنا الحب في اسطوره. القصيده دي خالص جميله جدا. وعشنا الحب في اسطوره ما شافوها زمان، بحب قلبي وعيني، ده شافوك الاتنين، واغلى يمين انت عليا تحلفوا العين، ودقة دقة في قلب الايك، ونقطة نقطة بدم في ديك، وإحلال واحدة اقعد افكر واسرح في حب، واروح لبعيد واقول لروحي المتقدر امتى بقى يقرب لبعيد، لو انا صدفة وكان في الغيب، وكان منايا الآلي حبيب، وكنت انت وكان لي نصيب، والدنيا لعبت لعبتها، وقلوبنا ضحك سبقتها، وكان طريقنا سكتها. يبقى لهم حق بقى يختاروك مستشار بقى الجميع على مستوى مصر كلها. ده انت ما خليش، انا قلت الحب انت ما بتكتبش فيه، لا في كل بس حاجة. انت فكرتني بالقصيده دي من زمان قوي،
يعني انت كاتبها بقالها فتره كبيره. انا عارف ان الشعر الغنائي من ايام الجامعه دي من يعني ده من زمان. يعني انا عارف ان انت راجل وطني وقومي قصيدة 225 بيت بس مش هنقولها على الهواء ما تتقالش. لا 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 دي عايزه حلقه لوحدها. لا دي ما تتقالش. وبعدين عايزين نعمل حلقه لوحدها بقى اللي هي عن الامل والسعاده والحب. في قصيده في الامل موجود. ما انا بقى انا انت الامل هي بقى تسمعنا برده حاجه كده اخيره بس حضرتك تختارها وتكون مميزه بالنسبه لحضرتك جدا. ماشي. كأف ورغم الحياة أنادي عشاق الحياة بحلم بعيد أهفو وقلبي غريبا وحيدا حزينا ينادي بفكر جديد يتوه وتمضي فيه الليالي ويقصو عليه زمن عنيد وليل يحوي نارا مخيفة تزيب الحديد تشيب الوليد أقبل علي نور النهار أقبل علي نور النهار وادهس كل زمن صليط قسوة الليالي ذهبت بحلمي وأصبح مناله عني بعيد فلا يأس ما دمت حيا وإن كان زمني غبي عنيد سأحقق في يوم حلمي ويكون دائما قلبي سعيد لا تنتظر يأتيك الأمل فاذهب إليه وإن كان بعيد فبكاؤك على الحلم يوما جعل الحلم جريح شريد. جدا فعلا جميله بحييك والله. عايزين بقى نسمع حاجه من حضرتك برده يا استاذ عادل زي ما تعودنا دايما بنتكلم واحده في فلسطين برده. طب مش عايزه تسمعي حاجه مني؟ اكيد طبعا اكيد هيشرفنا بعد الاستاذ عادل هقول لحضرتك على فلسطين. المقدمه دي لازم تكون للدكتور حسن يعني بس بعد اذنك. ما تحبينيش قوي كده ماشي. انت بتحب الفن والابداع ما شاء الله. انا بحييك على كده الله يحفظك وكده انت بتحب كل الناس في الابداع المصري اللي انت فيه. طب نسمع منك عشان بقول نصر ربي كن فيكون نصر ربي كن فيكون. بقول كل الدنيا عليك يا غزه وانت وعدك رب العزه اما النصر واما الجنه وانت يا بايدن يا ملعون ونتنياهو وبني صهيون يا أقذر خلق الله في الكون وانت يا بايدن يا ملعون ونتنياهو وبني صهيون يا أقذر خلق الله في الكون بتاخد أرضي وتقتل ولدي بتهدم بيتي ومسجد ربي بتحرق زرع مع الزيتون وتزرع غرقد مع أفيون انت يا بايدن يا مفعول افعل كيف ما بدالك كان انت والحلفاء من كان لو فرعون ووزيره همان بكل سلاحه وماله قارون وحتى جالوت طاغي كنعان وجوجل لو يمحي فلسطين العالم كله يبقى فلسطين احنا معانا رب الكون واسمع مني مين ما تكون احنا فداك يا فلسطين وعندي ايمان بالله ويقين نصر ربي كن فيكون. الله يخليك باذن الله. عايزين بقى نسمع من حضرتك انا هقول بس يعني ايه في ديوان جديد ليا نازل يعني انا بعيد عن الحاجه دي بس الابداع في كل المجالات بيبقى عند الواحد هي الموهبه كده. الدكتور حسن الطوخي كوكتيل مواهب شعر ادب صحافه اعلام حتى انا بتحسبني يا استاذ لا مش حاسد حضرتك علقت له حضرتك هو صديق اكيد حضرتك علقت له علقت له على كومنت قبل كده وقلت له الكلام ده والله قلت له حضرتك فعلا كوكتيل مواهب فهو برضو نفس الكلمه قالها لي وقال انت بتحسدني يا استاذ حامد قلت له انا ما عنديش الحسد اكيد تبرع له يعني طيب اتفضل بقى عشان بس وقت ما فيش هو دقيقه واحده في اخر حاجه هو ليه ديوان نازل جديد اسمه عندما تبكي الشموع بكتب فيه شعر حر زي رائد الشعر الحر في المستوى العالم العربي صلاح عبد الصبور وده رائد كبير من الشعراء الكبار بتوع مصر بقول فيه في قصيدة لو تعلمين لو تعلمين أن حبي لك فاق السنين من عطر شفتيك كزهرة الياسمين وحبك أزهلني من حين إلى حين ده جزء بقى يعني أنا بقول يعني مش عايز ان انا يعني حاجات بتنكتب كده بنحاول الكلام ده لحد النهارده يعني وعارفين الكلام ده في البيت ما انت اللي علمتنا بقى يا استاذ عادل بقى استاذ عادل هو اللي علمنا الكلام الحلو الجزء ده ما يطلعش في الحلقه يا استاذه سمية ده عشان نحافظ على الدكتور يعني استاذ عادل ده مدرسه لوحده طبعا يعني ما عندنا المدرسه وناظر المدرسه موجوده اهو اخيرا تقولها في نهايه حلقتنا المعتاده معاك حضرتك عايز اقول يعني نقوله طب هقول جزء صغير ماشي بيان اخر الزمان بقول بيان آخر الزمان مزقوه أو امسحوه اسمعوه أو اقرأوه احفظوه أو اكتبوه فقد آن الأوان
أن أقف بينكم وألقي البيان، ونقف إجلالا لغزة الطوفان، غزة التي فضحت الصمت والسكوت والخزلان، غزة التي فرزت العالم بين ظالم وخائن وجبان، بين متفرج لاهي مستكان، غزة التي كشفت يعني غزة. خلاص كمان تمام ماشي. جدا علشان اصلا وقت حلقتنا خلصت. انا اسف عشان انا ما كنتش محضرها وانت زنقتيني معلش. كانت حلقه مميزه جدا النهارده مع الضيوف اللي شرفوني النهارده في الاستوديو. استنونا في حلقات جايه من مصري اصيل. الى اللقاء.